الا كنتي اول مره كتزوري القناه ما تنسيش تضغطي على المربع الاحمر سبسكريبيرسي ولا اشتراك ولا صابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك ديما جديد. وشكرا. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجيت درت لكم تاني فيديو ديال اللغه اللي شفتكم بزاف 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 ديال البنات والعيالات اللي عجبكم بزاف هذاك الفيديو ديال تعليم اللغه، وقلت لكم وعدتكم بلي مره نبقى ندير لكم فيديوهات بحال هكا ديال تعليم اللغه. كما كتعرفوا راه الكانال ديالنا مختلط، ماشي يعني غير ديال التجميل وداك الشيء، عندنا شويه ديال الطبخ شويه باش من زعما نصابو الريموس ولا باش من يعني ما نملوش. مهم انا غادي نعلمكم غادي نقول لكم شي كلمات هكا اللي تقدروا يعني بحال مثلا غادي نبداو الموضوع ديال بحال الا كنا عند الطبيب، غنوري لكم شي كلمات من بارتيز ديال الكويربو اللي اجزاء الجسم، وانتوما الا بغيتو تاخذوا واحد الاخنده وتقيدوا معايا ولا تقدروا تعقلوا عليها يعني تبقاو عاقلين على الكلمه. قبل ما نبداو بغيت نفهم شي بنات اللي انا كنت شفتهم في القناه كانوا كيقولوا مثلا ما كنتقيش مزيان ولا ما كتنتقيش مزيان هاد الحاجه وهذا. بغيت نقول لكم انا راه ما تزاديش في اسبانيا باش يكون عندي واحد النطق بحال لوس اسبانيوليس، انا تزاديت في المغرب وكبرت في المغرب، راه غير جيت اسبانيا وتعلمت اللغه الحمد لله اللي كنهضر بها بطلاقه وما عندي حتى شي مشكل في اللغه، كنفهم كل شيء اي برودوي، هذاك هو المهم. ملي مشيت عند الطبيب مشيت الاوفيسينا في القرايه كنفهم كل شيء الحمد لله، هذاك هو المهم. النطق ماشي مهم، النطق الا ما تزاديتيش في اسبانيا مستحيل يكون عندك النطق، بحال مثلا شي غاوري الا كاين في دوله عربيه ولا كاين في المغرب راه مستحيل يهضر بالمغربيه بدون نطق ديال الكوار اللي كيكون عندهم هذاك النطق شي شويه ما كيعرفوش ينطقوا مثلا بحال القاف والحاء وداك الشيء. ايوا بحال المهم. دابا من بعد ما فهمت هذوك البنات القلال اللي كيبقاو يجيو يتفلسفوا عليا، غادي نبداو نوري لكم بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ودائما كيقولوا لي داك الشيء. على حسابكم نتوما انا غادي نكمل نبقى دائما نوري لكم شي كلمات كل نهار وهداك الشيء باش تعلموا معايا، ولكن راه النطق راه اي واحد راه ما غاديش يكون عنده النطق وهو تزاد في المغرب. المهم دابا غادي نبداو نوري لكم بارتيز ديال الكوربو كما قلت لكم ولا اجزاء الجسم والحاجات اللي غادي نشوف ضروريه اللي كيكونوا عند الطبيب. ميديكو pulmones rodillas las costillas el pecho la barriga دائما فاش كيكونوا ديك اغ معاوده كنقولوا ر el cuerpo هنا غير واحد ار خفيفه el cerebro la columna انا كتبتهم لكم بالعربيه تما يعني كل شيء باين واضح el corazón el hígado ديك اتشي ما كتنطقش هنا في اسبانيا دائما فاش كنشوفو اتشي كنطقو داك الحرف اللي قدامها colon el costado
الاستومago، la nuca، las venas، riñones، codo، مخية، وإلا كانوا جوج كتقال las mejillas. El cuello، hombro، كما العادة واخا كتشوفو اتشي لابد تكتب اتشي، ولكن اتشي ما كتنطقش غنطقو او. lengua، pestañas، ولا las pestañas، شفران. brazo، muñeca، espalda، ولا la espalda، frente، ولا la frente، ceja، نقدرو نقولو جوج las cejas، los dientes، هما الأسنان، la boca، الفم، la nariz، الأنف، los pies، رباني بصورة، و التوبيو هو داك العظم اللي كيكون في الرجل تحت. ودابا غادي ندوزو المرحلة الأخيرة اللي كتكون شي شوية مهمة كنحتاجوها. مثلا حنا كنا وسط اوسبيتال ولا سبيطار، اللي مثلا بغينا نشدو السيطة باش نمشيو عند الطبيب، البلاصة فين كنشدو السيطة باش نمشيو عند الطبيب كنقول، ولا بغينا نشدو أي حاجة بحال مثلا فاش كيزيفطونا نشدو شي حاجة للتحاليل، ولا بغيتي تطلبي أي شي حاجة، هديك البلاصة كنسميوها الموسترادور. ولا بغيتي تطلبي سيتا كتقولي لهداك الراجل ولا المرأة اللي كاين تما في الموسترادور، كتقولي ليه كيرو بيدير اون سيتا، غيقدر يسولك يقول لك مثلا لاش واش بغيتيها ديال انفيرميرو ولا بارا كونسولتا. تقدر الا بغيتي مثلا غير عندك مثلا بحال درتي بغيتي داوي شي جارح ولا شي حاجه، غادي تقولي ليها طلبي سيتا الانفيرميرو، هي الفرملي. ولا بغيتي الطبيب غادي تقولي ليه بارا ميديكو ولا بارا كونسولتا. نتمنى ما نكونش نسيت حتى شي حاجه مهمه. الا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات هادو خليهم ليا في الكومنتاريوم، بقا ندير لكم مره مره، انا صراحه كيعجبني نساعد كاع الناس، بقا نحاولوا ندير لكم فيديوهات بحال هكا مره شي شويه هكا مره مخلطي. ولكن هاد الايامات هادو قربت الوقت ديال الدراسه، وغادي نبداو ان شاء الله انا ولطيفه، يعني ما غاديش يكون دائما الفيديو كما يعني كما كتعرفوا مع القرايه وداكشي، مع مونتاج وداكشي كيجي صعيب، غنبقاو نقدروا نديروا لكم فيديوهات مره مره بحال هكا. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبك ديري لي لايك كما ديما، وشكرا بزاف، وبسلامة حتى المره اخرى ان شاء الله.